مرحبا. بما انه نحن هلأ بحالة الحجر الصحي سكننا بالبيت، اكيد في عنا كتير ستريس، في كتير ملل، في كتير ضغوطات نفسية، ودايما الملجأ الوحيد عم بيكون الاكل، وخاصة خلال هيدي الفترة ما بقى عنا ولا اي شي نضيع وقتنا فيه او نفش خلقنا فيه الا الاكل. اليوم حابة أعطيكم بعض الإرشادات اللي حتساعدكم إنه تعملوا شوي كنترول على أكلكم وما تزيدوا وزن خلال هيدي الفترة، خاصة الأشخاص اللي كانوا عاملين دايت وحابين يحافظوا على وزنهم، أو الأشخاص اللي هلأ دجا هن عم يعملوا دايت، أو حتى هول التبس اللي حاعطيهم بيفيدوا الأشخاص اللي ما عم يعملوا دايت بس بنفس الوقت ما حابين يزيدوا وزن خلال هيدي الفترة. أول نصيحة رح أعطيكم إياها هي إنه تتناولوا 3 وجبات بالنهار، واللي هن الوجبات الأساسية ترويقة، غدا وعشاء. في كتير أشخاص بهيدي الفترة عم يسهروا كتير وعم يتأخروا كتير بالفيقة الصبح، وهيدي الطريقة عم تدفعهم إنه يا يتروقوا مأخرين وبهيدي الطريقة الغدا والعشاء عم يتأخروا، أو ياكلوا وجبتين بالنهار واللي هن يا الترويقة مأخرة أو الغدا، بيكون الغدا هو أول وجبة وبيكون في عنا وجبة تانية اللي هي العشاء. سو انا كتير بنصحكم انه تجربوا تلتزموا ب3 وجبات، ودايما نبلش ترويقتنا بكير، يعني نبلش بين 8:30 و9 الترويقة حتى ننظم وجباتنا خلال النهار. سو هيدي اول طريقة بتساعدكم انه تحافظوا على وزنكم بهيدي الفترة. تاني نصيحة بنصحكم اياها، واللي هي انه تجربوا دايما تحطوا سناكس بين الوجبات الاساسية. هول السناكس بيساعدوكم انه ما تحسوا بالجوع وتضطروا تاكلوا كميات كتير كبيرة على الوجبات الاساسية. هلا كم سناك بنقدر ناخد بنهار؟ انا بنصحكم تحطوا 2 سناكس بنهاركم، وتجربوا دايما تعملوا كنترول على الوقت وعلى نوعية السناكس اللي عم تتناولون. اول سناك جربوا يكون بين الترويقة والغداء تقريبا على الساعة 11، وهذا اكيد عم بحكي للاشخاص اللي عم ببلشوا ترويقتهم بكير، يعني 8:30 9 ماكسيموم 9:30. وتاني سناك يكون بين الغداء والعشاء، وجربوا السناكس يكونوا تقريبا بعد بشي ساعتين ساعتين ونص من الوجبة الرئيسية. هلا شو هن الاشياء اللي نحن ممكن نتناولهم على السناك وبنفس الوقت ما نكون عم ناخد كتير كالوريز؟ بنصحكم تنقوا شيء من المجموعات الأربعة اللي هلأ رح خبركن عنهم. أول مجموعة واللي هي مجموعة النشويات، نشويات يعني كل شيء بيدخله قمح، ذرة، طحين، رز، حبوب مثل الحمص، الفول، ترمس، هالأشياء. شو ممكن ناخد من مجموعة النشويات؟ ممكن ناخد رايس كيك، ممكن ناخد بوشار، ممكن ناخد كعك، ممكن ناخد شوفان، ذرة، ترمس، بس اكيد نجرب دايما ننتبه للكمية وناخد كمية معتدلة منها. تاني مجموعة واللي هي مجموعة الفواكه، بنقدر ناخد الفواكه الفريش الطازة، ونقدر ناخد الفواكه المجففة. اذا كانت فواكه مجففة نجرب ما نتخطى الملعقتين الاكل، ملعقتين الطعام، واذا كانت فواكه الفريش نجرب ما نتخطى الكوب. ثالث مجموعة واللي هي مجموعة الخضار، الخضار بيحتوي على الفيتامين سي مثل الفواكه واللي هن كتير عندهم دور مهم لجهاز المناعة، وزيادة عن هيك بيحتوي على المغنيسيوم واللي له دور كتير كبير بتخفيف الستريس والضغوطات النفسية خاصة خلال هذه الفترة. فأنا كتير بنصحكم جربوا تمرقوا هول المجموعتين بالذات، المجموعة الفواكه ومجموعة الخضار، يكونوا أكتر شيء عم تتناولون بالسناكس خلال نهاركم. رابع مجموعة واللي هي مجموعة الزيوت، من مجموعة الزيوت في عنا المكسرات النية. مكسرات النية وخاصة الكاجو بيحتوى على معدن كتير أساسي لجهاز المناعة بجسمنا واللي هو معدن الزنك. بنصحكم دايما تمرقوا على السناكس، يعني يكون واحد من السناكس هو عبارة عن مكسرات نية، وأكيد بده يكون بكمية معتدلة بما أنه هو عبارة عن دهون، ونحن هدفنا ما نزيد وزن خلال هيدي الفترة. لما أقول كمية معتدلة يعني نجرب ما نتخطى ملعقتين طعام على السناك من المكسرات النية. ثالث نصيحة واللي هي انه نجرب قد ما فينا نستمتع بالاكل، وخاصة خلال فترة الاسترس اللي هلا نحن عم نعيشها، بس بنفس الوقت ما نكون عم ناخد سعرات حرارية عالية. كيف بنقدر نعمل هيك؟ اول شغلة نجرب نسكب نفس كمية الاكل اللي نحن بالعادة بنسكبها، بس بدل ما نسكبها بصحن كبير نسكبها بصحن صغير او صحن وسط، وهيدي الشغلة نفسيا بتخلينا نقتنع انه نحن هيدي الكمية اللي عم نحطها حد شبعنا ومنا بحاجة ان نحنا نرجع نسكب مرة تانية، وبهذه الطريقة حنكون عم نستمتع بالأكل وبنفس الوقت ما حنكون عم نزيد سعرات حرارية من دون ما ننتبه.
تاني شغلة واللي هي نجرب ناكل على مهلنا، يعني نمضغ الأكل على مهلنا. بهيدي الطريقة حنكون عم ننتبه لكمية الأكل اللي نحن عم نتناول والسعرات الحرارية اللي عم ناخدها، بنفس الوقت حنكون متأكدين إنه نحن عم نشبع. بينما إذا كنا عم ناكل بسرعة حناكل كميات كتير كبيرة وحنحس بالشبع بس لأنه عم ناكل بسرعة كتير كبيرة، ما حنكون نحن فعليا شبعانين. ثالث شغلة واللي هي نتناول الأكل بعيد عن التي في، عن يوتيوب، عن التلفون، ونجرب قد ما فينا نكون عم ناكل ونركز بالأكل حتى ننتبه لكمية الأكل اللي عم ناكلها ونستمتع حتى بالأكل وبطعمة الأكل. رابع نصيحة واللي هي نجرب قد ما فينا نعمل أشياء تلهينا عن الأكل مثل السبور. السبور في عنده كتير فوائد وخاصة خلال هيدي الفترة. السبور اولا بخفف الستريس وبيحسن كتير المود والنفسية، بخفف الشهية وبيساعد على حرق الدهون وعلى تثبيت الوزن. نصيحتي الاخيرة لكم واللي هي انه تجربوا تخففوا قد ما فيكم الستريس. الستريس بيدفعكم انه تصيروا تخبصوا كتير بالاكل، هيدي من ناحية، ومن ناحية تانية بضعف كتير جهاز المناعة، ونحن هيدي الفترة هدفنا الاساسي انه نحافظ على جهاز المناعة ونقويه. هلا حتى نخفف الستريس انا بنصحكم تتناولوا المأكولات اللي بتحتوي على المغنيسيوم مثل الخضار على انواعها، الفواكه، المأكولات المصنوعة من الحبوب الكاملة، وكمان بنصحكم قد ما فيكم تجربوا تشربوا الاعشاب مثل اليانسون، السورات وغيرها. هيدي الاعشاب كمان شوي بترخي الاعصاب وبتساعدنا انه نحن نخفف الستريس. وللاشخاص اللي بحسوا حالهم انه بحاجة لياخذوا سبلمنتس مغنيسيوم، كمان هيدا الشيء حيكون عم بيساعدهم اكثر خلال هيدي الفترة. هذا كل شيء بدي أقولكم إياه، بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وبشوفكم بفيديو جديد.